ظهرنا ساندويتش. ما ركب جاني وقع بوت 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 كرة بوت انا وضعته ما خلص واحد بوت بوت اصبر وليد ارجع تي انتهى الموضوع وليد لقد قضي الامر يا شعلان A little sweet and spice. Throw it all in a cauldron. Mix it up real nice. Fire in my eyes. Stir counterclockwise. I dream of you all night. And the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. شباب
شلونهم الحبايب؟ ان شاء الله كله بخير وطيبين. شباب اليوم جيتكم شرح بلد خاص بسلاح الاسولت رايفل. مثل ما تعرفون الليدي ديث سووا له نيرف، نزلوا الموهبه مالته من 75% تضخيم للدمج صار 60%. صح الليدي ديث بعده بي دمج قوي، لكن انطى مجال شويه للاسولت انه تقدر تلعب بالاسولت. وبهذا البلد شباب خاصه تقدر تلعب بالاسولت وانت مرتاح، لان بي مطاوله كلش حلوه، بي دمج كلش حلو على العدو المقابيلك. الاسولت بي هواي شغلات حلوه، مثل ما تعرفون شباب يدمج من مسافات بعيده، بي دقه اكثر من الاس ام جي، بي سعه ذخيره او طلقات اكثر. الليدي ديت ياخذ 33 طلقه، الاسولت ياخذ 51 طلقه. فهواي شغلات تطل الاسولت افضليه من الدمج من بعيد او بدقه السلاح. وقلت لكم مع هذا البلد تقدر تواجه ابو الليدي ديت وتقدر توقعه مثل ما شفتوا بالفيديوهات اللي بدايه المقطع. المهم شباب ما نطول بالحكي، نتوكل نشرح التخصص. افضل تخصص ممكن استخدمه ويا هذا البلد شباب، اني صراحه انصح دائما فاير وول، لكن اني اشوف ويا هذا البلد تخصص الجنر كلش حلو، وممكن تلعب الفاير وول وياه، لكن اني العبه ويا تخصص الجنر. تخصص الجنر بعده خصائص ومواهب كلش حلوه. اولها يعطيك كل 3 مرات تلقم، التلقيمه الثالثه بها سرعه بنسبه 50%. الارمر تاخذه شباب يرجع لك ارمر، يصلح لك الدروع مالتك بنسبه 100%، وينطيك 30% بونص ارمر ازرق فوق الدرع مالتك. فبما انه البلد هذا اللي دنا لعبه 1800، فالميديك او البونص ارمر راح ينطيك بونص ارمر كلش حلو، ينطيك مطاوله للمواجهه ضد العدو المقابلك. الشغله اللي شباب بعد ما تقتل اي شخص وتفنشه يرجع لك 10% من الدروع مالتك، وانت دروعك 1,800,000 ترجع لك نسبة حلوة. القرنيد مالته شباب، القرنيد مالته يسبب فوم تأثير حالة اللي هو يخلي يثبت اللاعب وتقدر تدمجه على راحتك. عندك تقدر تلعب بالنبضة مالته اللي هي البانشي، اللي هي اذا طلقتها من تشحنها وتطلقها تسبب ارباك للاعب وتضيع شويه الايم مالته وينطيك مودات للنبضه. اضافه الى هذا بعد ما تقتل اي شخص ينطيك 5% سرعه اطلاق للسلاح مالتك لمده 5 ثواني، فكلش حلوه وتفيدك بالمواجهات خاصه مع سلاح الفاماس اللي دنا لعبه ويا هذا البلد. يرجع لك 10% كل 60 ثانيه، كل دقيقه 10% ينطيك امو، ينطيك ذخيره للاسلحه مالتك. شغله هم يعني هوايه تفيدك بالدارك زون. فقلت لكم شباب اللعب بي كلش حلو بي هاي الموهبه، انه انت اذا انت كنت واقف ثابت بمكانك لمدة 1 ثانية راح ينطيك مهاره التعامل مع السلاح بنسبه 10%، يعني ينطيك ثبات حلو لهذا. هذا في كان كل ما يخص التخصص اللي أنا مستخدمه ويا هذا البلد. نجي هسه للبلد، شرح القطع، التعديلات، المواهب اللي حطيناها على هذا البلد. شباب مثل ما قلت لكم البلد خاص بالأسولت رايفل، فبما أنه أسولت رايفل أنا أستخدم سلاح الفاماس، سرعة أطلاقه حلوة، الدمج مالته كلش حلو. مثل ما تشوفون مكس عندي الطاقات مال هذا السلاح عندي حلوه، وحطيت للموهبه العفو شباب مال الانسينك. هاي الموهبه شو تقول؟ انه انت كل ما تستخدم مهاره وتدمج العدو المقابلك، اذا كنت تدمج بالمهاره وتدمج بالسلاح فراح تجيك 15% دمج للسلاح وانت بدك تستخدم المهاره، وتجيك 15% حتى دمج للمهاره مالتك. موهبه كلش حلوه نستفاد من عندها بهذا البلد. السلاح الثانوي تريد تحطه اس ام جي، اخاف تخلص الذخيره مالتك بالسلاح الاساسي مال الاسولت، تقدر تحط السلاح الثانوي الاس ام جي. انا حاطه الموهبه البيرفكت اللي موجوده بسلاح الام بي اكس. هاي الموهبه كلش حلوه، بالبدايه يسرع لي الاطلاق بنسبه 20% وينقص دمج السلاح بنسبه 27%، بعدين يبطئ الاطلاق وينطيني دمج زايد بنسبة 33%. هذا فيما يخص السلاح الثانوي. والسلاح اللي نقول المسدس حاطة آني يجوز مرات يفيدني لأن الدمج بيه كلش حلو. هذا فيما يخص الأسلحة شباب. نجي للكمامة، الكمامة شباب حاطها جروب سومبرا اللي هي تعطيني 15 ضرر إصابة حرجة، أضيف دمج حلو للبلد مالتي وللسلاح مالتي، بيها 170,000 دروع، فرصة 6
ضرر إصابة حرجة 12 وأني حاط لها مود ضرر إصابة حرجة. الصدر شباب حاطها الشسكة، ليش الشسكة شباب؟ مثل ما تعرفون الأسولت رايفل ما يرفع فرصة الإصابة الحرجة أو ما يدعم فرصة الإصابة الحرجة مثل الأسلحة مال الأس أم جي اللي هي تنطيك 20 فرصة. الأسولت رايفل بي دامج تو هيلث، فإحنا نحتاج قطعة نرفع بيها فرصة الإصابة الحرجة حتى نزيد الضرر مال السلاح مالتنا. حطيت المهم شباب عندي هاي القطعة حلوة، حطيتها اللي هي صدر شسكة بها 170 ألف دروع، بها 12% ضرر إصابة حرجة، بها 6% فرصة إصابة حرجة، وبها مود 11.8 ضرر إصابة حرجة. شباب الموهبة اللي استخدمتها ويا هذا البلد بالصدر هي موهبة الانبريكابل المنيع. هاي الموهبة شو تقول؟ تقول من تخلص دروعك اللي هي بالبداية من تتدمج وتخلص دروعك راح يفتح عندك درع ثاني بنسبة 95% يرجع لك درع ثاني ضد الأوفلاين ضد البي في اي، لكن ضد الأونلاين راح يرجع لك بنسبة 50%. يعني أنا ألعب 1,800,000 راح ترجع لي تقريبا 850 دروع أقدر أطاول بيها بالقتال. هذا فيما يخص الصدر شباب والموهبة اللي بالصدر الجراب. بما أنه إحنا نستخدم سلاح الأسولت رايفل البندقية الهجومية لازم أحط قطعة تدعم دمج هذا السلاح، فهي الفنرز تعطينا 10% أسولت رايفل دمج بها دروع 170 ألف، بها 12% ضرر إصابة حرجة، وبها 6 فرصة إصابة حرجة. هذا فيما يخص القراب. شباب نجي للركبة، الركبة حاطها البيرفكت اللي به هي دمج أوت أوف كفر، حاط لها دروع وحاط لها ضرر إصابة حرجة بنسبة 12%. الركبة شباب البيرفكت تعطيني 8، والسلاح مالتي أني حاطله بنسبة 10 ضرر ضد الهدف الغير محتمي، ترفع لك الدمج بنسبة كلش حلوة. القفاز شباب حاطه مال ال ام جي، ليش؟ لأن ينطيك دمج ويصعد لك الأرقام مال الدمج بنسبة كلش حلوة. همي أنا بيرفكت حاطله دروع ب 8% دمج تو أرمر ضرر ضد الدرع، يفيد السلاح مالتك ويدعم الدمج مالته، وحاط له ب 12% ضرر إصابة حرجة. هذا فيما يخص القفاز شباب. نجي هسه للجنطة، الجنطة شباب حاطها وولكر، قطعة واحدة وولكر تعطيني 5% دمج سلاح، بها 170 ألف دروع، بها 12% ضرر إصابة حرجة، بها 6 فرصة، وأني حاط لها مود 12% ضرر إصابة حرجة. الموهبة مالتها شباب البيرفكت اللي هي تنطينا إذا كان العدو بدنا نتقاتل وياه أقرب من 12 العفو أقرب من 10 متر، فإذا كان أونلاين فراح ترجع لنا 12% دروع على الشخص الواحد القريب من عندنا بنسبة أو مسافة 10 متر، وهذا الستاك يصعد لثلاثة إذا كانوا ثلاثة ضمن العشرة متر، فراح أحسب أضرب ثلاثة في 12 فراح تطلع عندك تقريبا 36 بالمية يرجع لك من الدروع مالتك. هذا راح ينطيك مطاولة كلش حلوة خاصة من انت دا تتواجه ويا تيمات واكثر من شخص، وبما انه انت الدروع مالتك 1,800,000 فالدروع اللي راح او البونس ارمر اللي راح يصير عندك هواية راح يحميك من الدمج مال العدو اللي انت دا تدمجه او اللي دا تلعب ضده. هاي الجنطة شباب بها الموهبة البيرفكت ينطيك 12% شباب إذا كان ضدك أونلاين، لكن ينطيك 23% إذا كان ضدك الأوفلاين. هذا كان شباب كل ما يخص هذا البلد. المهارة شباب حاط مثل ما تعرفون الشيلد اللي هو يحميني من الضرر ويعطيني دمج إضافي، بنفس الوقت المهارة الثانية حاطة الدرون. ليش؟ مثل ما قلت لكم شباب موهبة السلاح اللي تدعم دمج المهارة وتدعم دمج السلاح تحتاج مهارات الدمج الشخص بيها المقابيلك حتى ترفع لك من ضرر السلاح مالتك وتطيق دمج كلش حلو. مثل ما شفتوا بداية المقطع شباب البلد بي دمج كلش حلو، بي مطاولة كلش حلوة، دروعك عالية، تخليك احنا دائما نقول تخليك الطاول وتطيق مدة اكثر للقتال ضد الاشخاص المقابيلك. هذا شباب كل ما كان يخص البلد، الاسلحة، القطع، التعديلات اللي حاطها، المودات اللي حاطها. هسه مثل ما تشوفون خصائص البيلد، أنا عندي 59 فرصة إصابة حرجة بالسلاح بما أنه هو أسولت رايفل ومصلة 59، ففرصة كلش حلوة يعني بعد لي وحدة وتصير ماكس. الدمج ضد البي في اي ضد الأوفلاين 68 ألف، ضد الأونلاين 27 ألف، 27 ألف فرصة 59 ضرر إصابة حرجة 167 يعطيك دمج كلش حلو. بالنسبة للبلد الدروع مالته 1,800,000 وبيها هالقد مطاولة وماكو مواهب تدعم الدمج مالته غير بس بالسلاح.
سووا البيلد، جربوه وانطوني الرأي مالتكم. هذا كان كل ما يخص الشرح اليوم شباب، أتمنى استفاديتوا من الشرح. لا تنسونا باللايك والاشتراك وتشيرون الفيديو شباب، ولا تنسونا دائما وأقول الدعم مالتكم محتاجة، وأريد أوصل للألف مشترك، وإن شاء الله إن شاء الله بحيل الله وبدعمكم نوصل للألف. تحياتي لكم وأشوف وجهكم بخير.